يجي لنا سمك بس لازم يبقى السمك جايب مواصفات معينه، يعني بطنه دي مش الاحسن، السمكه من بره البريق بتاعها زي ما هو، يعني الفرق بس ان هو الخشوم بتاعها ما بيلعبش ان هي صاحيه، تمام، بيجي بيتورم بيقعد يوم مثلا على حسب الجو او يومين بينزل منه كميه الدم، بعد كده بيتغسل وبعد كده يخش مرحله التمليح، بيقعد مثلا ايه فتره معينه، بعد الفتره دي بيطلع للزبون والاستهلاك الادمي بقى. الله يسمع عليها مشهوره بالسمك وبالذات الفسيخ والرنجه والبوري وعشان قناه السويس وقريبه يعني، وفي اسماك كتيره هنا واسماك حلوه، وهيتعمل يعني سوق سمك جديد هنا، يعني اسماعيليه مشهوره بالسمك ومدن القناه زي بورسعيد والسويس وكده. وعامه الفسيخ المضر انا ما انصحش، يعني ما انصحش شغل البيوت او الشغل المؤاخذه اللي هو الموسمي دوت، انا ما انصحوش طبعا الشغل الموسمي اللي اي حد بيشتغل شغل موسمي انا ما انصحش، وشغل البيوت المكان الموثوق منه طبعا بالذات لان ده طبعا صحتي وصحه اولادي، فما فرقتش كتير، مكان موثوق منه معتمد فيه ناس شهادات صحيه شغلتهم 20 30 40 سنه، فطبعا ده حاجه ترجع للزبون برضه وهو اضرب.